ماذا يعني أن تنتصر سوريا وتربح المعركة عسكريا؟ هل تمثل حرب السودان فرصة لإظهار أن الدبلوماسية العربية موجودة بالفعل؟ زيارة نجل شاه إيران المخلوع لإسرائيل سيناريو جديد أم استمرار لسيناريوهات سابقة؟ ابقوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتصرت سوريا عسكريا وربحت هذه الحرب التي شنت عليها منذ سنوات طويلة، وحسم الأمر لصالحها ولصالح حلفائها. هذا اعتراف رسمي من أمين عام جامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط. قال أحمد أبو الغيط بالحرف الواحد إن بشار الأسد ربح المعركة عسكريا. قال أيضا إن بشار الأسد ربح المعركة منذ 5 أو 6 سنوات عندما حسمها عسكريا. هذا الأمر لا يعني إلا أن الدول العربية ومن يقف خلفها من دول كبرى التي ساهمت في هذه الحرب التي شنت على سوريا تحت ذريعة ثورة الربيع العربي أو الثورة السورية اعترفت بفشل ما قامت به في سوريا منذ سنوات، لكنها لم تشأ أن تعلن ذلك. لكن بعض الدول طبعا تعرفون منذ سنوات أعادت علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق خصوصا في منطقتنا، وبعض الدول أيضا في شمال أفريقيا، وهنالك من حتى تركيا التي لا تزال تصر على دعم بعض المجموعات الإرهابية في داخل سوريا، ولا تزال أيضا تحتل أراضي في سوريا في داخل سوريا. أيضا تركيا منذ سنوات ليست بالقليلة قامت ببعض التواصلات والاتصالات أمنيا على الأقل مع القيادة السورية. الآن الحديث يجري على قدم وساق عن إمكانية أن يعقد اجتماع بين الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمبادرة إيرانية. إيران الرئيس إبراهيم رئيسي يعتزم القيام بهذه الوساطة لصالح سوريا ولصالح تركيا أيضا، لأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحتاج هذه الأيام إلى علاقة مباشرة مع سوريا ومع الرئيس بشار الأسد، لأنه سيخوض انتخابات صعبة قليلا عليه في شهر مايو أيار كما تعلمون. في هذا الواقع عندما يأتي أحمد أبو الغيط ويقول إن سوريا انتصرت عسكريا، هو يريد في نفس الوقت أن يضع أو يترك الباب مواربا أمام الحلول السياسية. يريد أن يبرر لبعض الدول يعني دولتان ثلاثة ليس إلا من الدول العربية، الكويت على سبيل المثال وقطر أيضا، يريد أن يبرر لهما تحفظهما على عودة سوريا إلى الجامعة العربية، لأن هاتان الدولتان الكويت وقطر تشترطان، هكذا ورد في الأنباء، تشترطان أن يحسم أو يحسم الصراع السياسي بمشاركة من يسمونها بالمعارضة السورية، أن يفرج الرئيس بشار الأسد عن السجناء الذين هم اعتقلوا خلال هذه الفترة، فترة حرب الإرهاب العالمية، وأن أيضا يسمح كما يقولون بعودة اللاجئين والمهجرين ومعظمهم يقطنوا في تركيا. فجاء الجواب الصاعق من الرئيس بشار الأسد
إن هذا الأمر شأن سيادي داخلي، ولا علاقة لهذه الدول أو أي دولة أخرى أن تتدخل في مثل هذه الموضوعات السيادية، بل العكس، طالبهم بالاعتذار علنا لأنهم دعموا الإرهاب ودعموا حركات إرهابية تكفيرية وقامت بما قامت في سوريا خلال السنوات الماضية من قتل وتدمير، تدمير البنى التحتية، من إجرام عنيف، من تقطيع للرؤوس، من ترويع الآمنين، من تدمير شامل للكنائس، للمساجد، أماكن العبادة الأخرى. وعلى أي حال فإن السيد أحمد أبو الغيط أيضا يريد أن يوجد بعض التبرير لهاتين الدولتين، وطبعا المغرب معهما أيضا، لكنها قالت في الفآونة الأخيرة المغرب أنها لا تتحفظ على عودة سوريا إلى الجامعة العربية. والسوريين يقولون هو من اللي يريد الجامعة العربية؟ وماذا فعلت الجامعة العربية طوال الفترة الماضية للدول العربية، لسوريا؟ الكويت مع كل الأسف تعرفون جيدا أحبائي، عندما غزا صدام حسين دولة الكويت، من الذي وقف إلى جانب الكويت؟ ومن الذي أرسل قوات عسكرية شاركت في حرب تحرير الكويت؟ هو الرئيس الراحل حافظ الأسد، فهذا جزاء هذا العمل الذي وقفه الرئيس حافظ الأسد، هو أن الكويتيين وجماعات موجودين ومعروفون الآن لا يزالون في الكويت، بعضهم نواب في مجلس النواب السابق الحالي، قاموا بتأييد العمليات الإرهابية، بل دعموها بالمال والسلاح داخل سوريا. إيران التي وقفت إلى جانب سوريا قالتها منذ سنوات بأنها انتصرت وحلفاؤها عسكريا في سوريا، قالوا المعركة حسمت، بقت إدلب وجيوب هنا وهناك بسيطة، أيضا يمكن أن يتم التعامل معها عسكريا، لكن طبعا مسار أستانا ومحاولات تركيا عرقلة التحرير العسكري لإدلب على سبيل المثال حالة لحد الآن، وطبعا غياب الشهيد القائد قاسم سليماني الذي اغتيل، وواحدة من أهداف اغتياله في العام 2020 هو عرقلة التوصل إلى حل سياسي يختم الصراع في سوريا لصالح دولة الرئيس بشار الأسد ولصالح عموما محور المقاومة والدول التي أو الجماعات، يعني حزب الله لبنان، روسيا، إيران، جماعات عراقية، جماعات فاطميون الأفغانية التي وقفت إلى جانب سوريا، وطبعا بعض المنظمات الفلسطينية بعضها أيضا في مواجهة حرب الإرهاب العالمية. لكن نأتي إلى السؤال مرة أخرى قبل أن نختم، ماذا يعني أن تنتصر سوريا؟ ليس فقط عسكريا، لا، انتصرت سوريا، حسم الموضوع، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. الرئيس بشار الأسد الآن ما عنده وقت يلبي الدعوات لزيارة هذه الدولة العربية أو تلك، الإمارات زارها مرتان، عمان، الآن السعودية التي توجهت إلى إيران أيضا وجهت دعوة إلى الرئيس بشار الأسد لزيارتها بذريعة حضور القمة العربية، وكثير من الدول وجهت دعوات إلى الرئيس بشار الأسد لزيارته. أقول ماذا يعني ذلك مع كل الأسف للدول العربية؟ هو الذي يبقى عريان أو عريان، ولكن الذي يتحالف مع إيران ماذا يحصل له؟ إيران وقفت إلى جانب سوريا، إيران وقفت إلى جانب اليمن، ولاحظتم التوجه الأخير، هذا التقارب السعودي الإيراني وآثاره المباشرة على موضوع اليمن، موضوع يعني هنالك آمال كثيرة
في أن يحسم هذا الصراع في اليمن أيضا لصالح الشعب اليمني. الموضوع في لبنان هذا التقارب الإيراني السعودي وآثار الإيجابية في لبنان، بين قوسين الآمال التي نتجت أيضا عن دور إيران في مكافحة الإرهاب وداعش تحديدا في العراق على سبيل المثال. ماذا حصل؟ ألم يقل رئيس زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني السيد الأستاذ مسعود البارزاني لولا قاسم سليماني لسقطت أربيل؟ والكثيرون يتحدثون لولا قاسم سليماني، يعني لولا إيران لما تحررت تكريت، لما تحررت المدن التي احتلتها التنظيمات الإرهابية وداعش بشكل خاص، ولولا إيران لسقطت بغداد. نعم لولا تضحيات الشعب العراقي، لولا فتوى الإمام علي السيستاني، بس التحالف مع إيران له آثار إيجابية، وهذه سوريا مثال صارخ باعتراف أحمد أبو الغيط. هو يقول بشار الأسد طبعا، لكنه لا يقول بشار الأسد وحلفائه ربحوا الحرب وربحوا المعركة في سوريا منذ 5 أو 6 سنوات عندما حسموها عسكريا. بعد شنو هاي الشعارات ضد إيران؟ لا لا، إيران دولة جارة بالنسبة إن نحن العراقيين، ومفيدة إن مفيدة إنك عراقيين ومفيدة لحلفائها. إيران لا تتخلى عن حلفائها. هذا درس مهم يجب أن نفهمه من سؤال ماذا يعني أن تنتصر سوريا. ابقوا معنا. حرب السودان ستختبر الدبلوماسية العربية الجديدة، فهل تمثل هذه الحرب فرصة لإظهار أن الدبلوماسية العربية موجودة بالفعل؟ أكو دبلوماسية عربية؟ هو شفتوا هذا المحور الأول في الموضوع السوري، لو كانت هنالك دبلوماسية عربية لما استمرت الحرب في سوريا هذه السنوات منذ 2011 وإلى 2023، حسمت عسكريا لكن ما تزال هنالك جيوب هنا وهناك في إدلب بشكل خاص، ويفترض أن أيضا تحسم المعركة السياسية قريبا جدا. بس وينها الجامعة العربية؟ وينها الدبلوماسية العربية؟ هو لو كان أكو هنالك دبلوماسية عربية هل استمرت الحرب التي شنها صدام على الجمهورية الإسلامية 8 سنوات؟ طبعا لا، مو وقفوا إلى جانبه. دبلوماسية عربية بدلا من أن تعمل على تهدئة الأمور وتحاول أن تحفظ الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية من أن تنهار بسبب حماقات زعماء بعض الدول، مو بالعكس تماما تذهب وتعيد تلك الحرب العبثية المجنونة كما فعلوا في سوريا، أيدوا الحرب العبثية المجنونة الإرهابية في سوريا وأيدوا حرب أو العدوان على اليمن وهي حرب عبثية. 8 سنوات الآن مضت على هذه الحرب العبثية، وين الدبلوماسية العربية؟ ليش يجيون الصين، يجي دولة مثل الصين تحسم موضوع الوساطة التي قام بها العراق وقامت بها سلطنة عمان إلى حد ما مفيدة كانت بين إيران والمملكة العربية السعودية وتترك آثارها الإيجابية؟ والآن أكو حديث فيما يتعلق بالنزاعات الإقليمية، يعني مو الدبلوماسية العربية. طيب لو كانت هنالك دبلوماسية عربية لماذا تم غزو دولة الكويت من قبل نظام صدام؟ لماذا؟ لماذا لم تتمكن الدبلوماسية العربية في تلك الفترة؟ هسه انسى فلسطين، الدبلوماسية العربية متواطئة في احتلال دولة فلسطين وإيجاد هذا الكيان الغاصب، الكيان اللقيط المؤقت الذي الآن أصبح اسمه إسرائيل مع كل الأسف. وين الدبلوماسية العربية؟ الدبلوماسية العربية ساعدت في إخراج
نظام صدام حسين من دولة الكويت لكي تجنب العراق أو جيش العراق الدمار الذي حصل به ولحق به خلال الفترة الماضية. الدبلوماسية العربية حالت دون أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بغزو العراق في العام 2003. وين الدبلوماسية العربية؟ لماذا تأخرت مبادرة الصلح بين السعودية وإيران طول كل هذه السنوات الماضية من 2016 إلى اليوم 2023؟ هسه يجون يتحدثون عن دبلوماسية عربية لإنهاء هذا الصراع الدائر في السودان. زين، ومنو اللي ليبيا لم نتطرق لها، لأن الدبلوماسية العربية هي التي سببت ماذا يجري في ليبيا منذ إسقاط نظام القذافي وحتى يومك هذا، التدمير والقتل والانقسامات في السودان. من الذي يقف خلف ما يجري بالسودان؟ هي الدبلوماسية العربية. دول عربية مؤثرة على الدبلوماسية العربية، هذا إذا فرضنا فرض المحال ليس بمحال أن هنالك دبلوماسية عربية، دول عربية تساند هذا الفريق وتساند هذا الفريق. هذا الذي يجري في السودان. اترك مسببات أخرى، اترك الكيان الصهيوني. نعم الكيان الصهيوني، لأنه الدبلوماسية العربية شجعت اتفاقات إبراهام للاعتراف بالكيان الصهيوني، وسمحت لهذا الكيان اللقيط بأن يتغلغل إلى أفريقيا وتحديدا إلى السودان، والسودان لها موقع كبير وخطير ومهم في المنطقة، والكيان الصهيوني لديه علاقات مباشرة مع طرفي النزاع، والآن هو مستعجل في أن يحسم هذا الصراع لكي يتم تتجين الاعتراف الذي حصل، موضوع اتفاقات أبراهام التي وقعتها وأبرمتها السودان مع كل الأسف. طبعا أكو حديث أنه إذا تم تسليم السلطة إلى المدنيين هنالك اعتراض من المدنيين على اتفاق أبراهام، فإجى هذا الكيان اللقيط وحشر أنفه في هذا الموضوع. طيب الآن أكو كلام واضح جيد وعلى العلني أن الولايات المتحدة الأمريكية تفقد اهتمامها، أو بكلمة أخرى تتخلى عن التزاماتها، بكلمة أصح تتراجع تنهزم في المنطقة، لأن عندها اهتمامات أخرى، منطقة الشرق الأوسط، العالم العربي تحديدا، لأن هؤلاء يعتقدون أنه خلاص نحن فشلنا في حل الأزمات الإقليمية، والقوى الإقليمية الفاعلة والمؤثرة مثل إيران، مثل المملكة العربية السعودية، على الأقل نجحا حتى الآن في الاستدارة 180 درجة عن خلافاتهم السابقة، والآن هم مقبلون بشكل جيد على تطبيع العلاقات الثنائية التي تترك طبعا نتائج إيجابية على بقية الأزمات. وين تحركت الولايات المتحدة الأمريكية؟ تحولت إلى مناطق أخرى، عندها الصين، عندها الأزمة في أوكرانيا، عندها حتى شرق أوروبا، وأوروبا مشاكل عويصة عويصة جدا. ترى تصريح ماكرون عن موضوع الناتو وعن موضوع يجب الخروج من هيمنة الدولار الأمريكي، الدولار الأمريكي اللي يتراجع في أماكن عدة، وإحنا تحدثنا في لقاء سابق في حلقة سابقة عن تراجع الدولار الأمريكي، وهنا أيضا حديث عن التجارة العالمية يجب أن لا يتم بالدولار الأمريكي. بريطانيين يقترحون عملة أخرى، يابا ما تريدون اليورو، ما تريدون الجنيه الاسترليني، بس الدولار لا يهيمن علينا، جيبوا لكم عملة ثالثة. وهذا كله يجعل الولايات المتحدة الأمريكية تفقد الكثير من مقومات بقائها، ويفترض أن يسمح للدبلوماسية العربية بالتطور وبالنمو وبأن تتواجد بالفعل لتحل مشكلات الدول العربية بدلا من أن تكون هي عنصرا إيذائيا، لأن ما يجري في السودان أحبائي
يجري بفواعل عربية مع الكيان الصهيوني. فمن هذا الباب لاحظنا في الفترة الأخيرة أن القيام بمفاوضات خلال فترة التوقف في نزاع أنهك المملكة العربية السعودية فيما يتعلق باليمن أقصد، وفي سوريا أيضا، لأنهم تعبوا ما قدروا ينتصرون في سوريا، ما قدروا، فشلوا عسكريا. قلت لكم في المحور الأول اعترفوا مو اليوم والبارحة، لا، 5-6 سنوات قبل كما يقول أحمد أبو الغيط. فهذا الفشل وهذا التعب الذي أنهكهم هذا المفروض ما يكرروا في السودان. السودان دول الاثنين الآن طرفين نزاع بعدهم، استوهم جدد وأكو من يدعمهم، فممكن يستمر هذا النزاع سنوات. أنت ما تساءلت مع نفسك حبيبي أخي وأختي المشاهدين الكرام، ليش هذا التسابق الدولي على إخراج رعاية الدول الكبرى تحديدا وبقية الدول من السودان؟ نعم تقول لي يحافظون على رعاياهم، هذا جيد، هذا صحيح، وهذا يجب أن يتم، لكن هذا التسابق هو مؤشر على أن هنالك من لا يريد لهذا الصراع في السودان أن يتوقف. فوينها الدبلوماسية العربية؟ وينها؟ هذه الأزمة التي الآن يعانيها السودان صنعها العرب. أنا لا أبرئ إسرائيل، أكرر للمرة الثالثة الرابعة الخامسة، الكيان الصهيوني له مصلحة في هذا الموضوع، وهناك معلومات كثيرة عن الدور الذي يقوم به هذا الكيان في كل أفريقيا وعموما وفي موضوع السودان. لكن الدول العربية إذا استمرت، والدبلوماسية العربية، أتحدث عن الدبلوماسية العربية، إذا لم تكبح جماح الدول التي، وين بين ترى بالمناسبة ذاك اليوم صحيفة التلغراف البريطانية بصراحة نشرت معلومات تفصيلية وأفلام صور عن أسلحة جاءت من دول معينة إلى الطرف المتمرد، هذا تاجر الإبل الذي يقول كنت تاجرا للإبل وتحول إلى قائد ميليشيا عسكرية، يجي الأسلحة تأتي من هناك من دول معينة لكي يستمر فيه. وهذه الدول بالمناسبة تقوم بوساطها لإخراج رعاية هذه الدولة أو تلك حتى تطلع يعني وأنها داعية سلام. فإذا حرب السودان يجب أن تمثل فرصة لإظهار أن الدبلوماسية العربية موجودة، وإلا فعلى الدبلوماسية العربية السلام. ابقوا معنا. زيارة نجل الشاه المخلوع للكيان الصهيوني سيناريو جديد أم استمرار لسيناريوهات سابقة فاشلة؟ تعرفون أحبائي، شهدت إيران في الفترة الماضية اضطرابات مفتعلة، كانت هذه الاضطرابات جزءا من سيناريو لإضعاف الدولة الإسلامية أمنيا من الداخل، وتهيئة الظروف إلى إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية عبر التركيز على مفردات أساسية فيها كموضوع الحجاب، حتى أنهم تحدثوا، ونحن أيضا شرحنا ذلك في حلقات سابقة، تحدثوا علانية، يعني مراكز التفكير الأمريكية، غرف العمليات التي أدارت تلك المظاهرات وتلك الاحتجاجات وتلك الاضطرابات والتي شهدتها إيران بذريعة وفاة الفتاة مهسا أميني، قالوا علينا أن نركز على الحجاب، لأن إسقاط الحجاب في إيران هو إسقاط القاعدة الأساسية، الجدار الأساسي، حتى شبهوه بجدار برلين، بعد ذلك ستنهار الدولة الإسلامية في إيران. طبعا صراع القيم من هذا الباب، يعني أنت من تجي وتستهدف الجمهورية الإسلامية من الداخل تستهدف القيم، وبعدين تجي تحرك الشباب وتحاول توسع دائرة الاحتجاجات اللي هي من البداية كانت فاشلة، ومن البداية عرف السيناريو الذي ومن يقف خلفها، حتى الأسلحة التي اعترفوا علنا بأن هنالك أسلحة كانت تأتي
من جماعات كردية انفصالية إيرانية طبعا موجودة في كردستان العراق. وهذا الكلام قاله الأمريكان، قاله مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون علنا في قناة بي بي سي باللغة الفارسية. بل هنالك مسؤولون أمنيون في مجلس الأمن القومي في الكيان الصهيوني الذي ذهب له رضا بهلوي، ذهب إلى هذا الكيان الغاصب، قالوا علنا بأنهم لديهم مخطط وهذا المخطط يستمر فترة. شرحوه بالتفصيل الممل كيف يتم إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية من الداخل أو تهيئة الظروف لكي تتم بعدين يتم الاستعانة بعمل عسكري من الخارج، سواء تقوم به الدولة اللقيطة الكيان اللقيط أو الكيان اللقيط مع الولايات المتحدة لتهيئة الظروف من الداخل. زين، حاولوا أن يطرحوا رضا، هذا رضا بهلوي ابن الشاه السابق المخلوع باعتباره زعيما للدولة أو النظام الجديد الذي يبشرون به، لأن هم الجماعات الإيرانية الموجودة في الخارج، المعارضة الإيرانية اللي يسموها معارضة إيرانية، هي تعترف، ها هي تعترف بالفارسي يسمون أنفسهم براندازان، يعني متآمرون، متآمرون لإسقاط النظام. يقول إحنا مو معارضة، إحنا نريد إسقاط النظام، لأن يعني المعارضة يفترض أنه إذا أكو صير إصلاحات في الداخل المعارضة تطالب بإصلاحات، لا هذولي مباشرة يطالبون بإسقاط النظام ولو بلغ ما بلغ بالاستعانة بالأجنبي. هو رضا شاه، هذا رضا بهلوي أبوه جاء به الأجنبي، جاءت به الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، تعرفون جيدا عندما هربوا في ثورة مصدق في بعد تأميم مصدق للنفط وهرب إلى الخارج، جابت المخابرات الأمريكية والبريطانية، وأبوه يعني جد هذا هم جابته، جابوا البريطاني. فأريد أيضا هذا الرجل يريد أن ينصبه الخارج زعيما لإيران. فاجتمعوا وحاولوا أن يطرحوا، طبعا حاولوا أن يطرحوا مريم رجوي زعيمة منظمة مجاهدي خلق الإرهابية المعروفة، أمريكا تقر بأنها منظمة إرهابية، وطبعا دول في المنطقة كما تعلمون المملكة العربية السعودية وقفت بقوة إلى جانب هذه المعارضة كما يحلو للبعض أن يسميها، وهم المتآمرون كما هم يسمون أنفسهم. ولعلكم شاهدتم ما حصل أو ما كانت تفعله قناة تلفزيونية مو بس ممولة من المملكة العربية السعودية، لا امتيازها مسجل باسم سعودي هنا في لندن، لكن ما حصل أنه تم إلغاء رخصة هذه القناة قبيل التقارب الذي أعلن عنه في العاشر من آذار مارس الماضي بين إيران والمملكة العربية السعودية. وكان الحديث آنذاك ونحن قلنا ذلك عن أنه هذه واحدة من شروط إيران، فألغيت الرخصة لهذه القناة ورحلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هذه القناة علنا تتعاون مع الموساد الإسرائيلي علنا، لا حاجة لإثبات ذلك لأني أثبتت ذلك سابقا، وكانت تحرض علنا أيضا على قتل رجال الأمن، قتل الشرطة، قتل البسيج، قتل عناصر الحرس الثوري، وقتل كل من يدافع عن نظام الجمهورية الإسلامية، تحريض علني، هذا خلاف القوانين المعمول بها هنا من قبل مؤسسة الأوفكوم التي تشرف على يعني هيئة البث تشرف على القنوات التي تبث من بريطانيا. عموما فشلوا في أن يوجدوا معارضة متماسكة، وحصلت بينهم خلافات وصراعات، لأن هنالك من يدعو إلى الفيدرالية وهنالك من يدعو إلى التقسيم، تقسيم إيران داخل هؤلاء
المعارضين، فصارت بيناتهم خلافات، وهنالك يرفضون من يرفض مثل ذلك. فذهب رضا شاه بهلوي إلى إسرائيل الكيان الصهيوني بدعوة من وزيرة الاستخبارات. انتبهوا، وزيرة الاستخبارات دعته، لكنه لم يحظى رغم كل هذه الهالة الإعلامية التي يحاولون تسويقها، لم يحظى باستقبال وباهتمام كبير من قبل هذا الكيان المتورط. حتى بنيامين نتنياهو اللي هو على أساس يوصف بأنه المتطرف واللي يريد يشن حرب على إيران، وصار له 12-13 سنة بس يتحدث عن حرب وشيكة سيقوم بها على إيران، التقى بمطبخ، شوف الصور، التقاه في مطبخ، لا الكراسي ولا القعدة، وبوجود وزيرة الاستخبارات. انتبهوا، ذهب ليصلي عند حائط المبكى بالصلاة اليهودية بالطقوس اليهودية حتى يرضيهم، لكن ذلك لم يمنع من خروج محللين أمنيين معروفين في هذا الكيان الصهيوني للحديث علنا، يقولون ما هذا الخطأ الكبير الذي ترتكبونه أن تراهنوا على رضا بهلوي الذي لا يمتلك لا الشعبية في داخل إيران. أصلا ليش الشعب الإيراني لماذا قام ضد هذا النظام الملكي؟ لو ترجعوا من جديد، حتى قالوا الإسرائيليون، هؤلاء الصهاينة في النظام الكيان الصهيوني، قالوا هذا يحلم أن يعود ليحكم إيران. حتى المؤتمر الصحفي الذي عقده من حضر؟ حضرت قناة تلفزيونية تبث بالفارسي وبوجود وزيرة الاستخبارات بس، وقناة أخرى أيضا تبث بالفارسي، ماكو لا وين المؤتمر الصحفي، وين الصحفيين؟ مفروض مئات الصحفيين يحضرون مثل هذا المؤتمر اللي عقد أيضا في غرفة، يمكن هي مو غرفة، ربما جزء من جراج. بس رضا بهلوي وزوجته المصون حرم المصون حضروا احتفال في رمضان. انتبهوا أيها الشعب العربي، أيها المسلمون، في شهر رمضان المبارك حفل راقص فيه خمور ويتبادلون الأنخاب علنا. هذا يريد يحكم شعب إيراني مسلم عريق بشرنا الله به في آية وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فسألوه رسول الله، سألوه، وروحوا راجعوا كتب الحديث، قالوا يا رسول الله من هؤلاء الذين إن تولينا يستبدل الله بنا قوما غيرنا؟ فهناك ثلاث أحاديث معتبرة مشهورة راجعوها في كتب أهل السنة والجماعة، لو كان الإيمان في صيغة، ولو كان الإسلام الدين، عفوا، لو كان الإيمان، لو كان الإيمان، لو كان الدين، ولو كان العلم عند الثريا لنا له رجال من قوم هذا، وأشار إلى فارس. هؤلاء يحكمهم هذا الدعي، هل تصدقون ذلك؟ هذا الشعب الإيراني الذي يمهد لظهور الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، يحكمه هؤلاء؟ طبعا لا، الحديث طويل وعريض، لكني أردت فقط أن ألتقط بعض الإشارات في هذا المحور، وإن شاء الله في الأيام المقبلة سنتحدث أكثر عن السيناريوهات السابقة الفاشلة في تقويض أمن واستقرار الجمهورية الإسلامية. هسه هم قاعد يتوسلون بإيران ويجون إلى إيران، الدول الأخ يروح إلى الكيان الصهيوني الذي يعاني من أزمة داخلية خطيرة
خطيرة، أقول خطيرة، ومخاوف جدية داخل هذا الكيان بأنه قد لا يرى أو لا يصل إلى سن 80. جمال الله.